هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى أنه في انخفاض في درجات الحرارة مع عودة من جديد لسقوط الأمطار اللي قد تصل إلى أمطار رعدية مع يعني رياح مثيرة للرمال وللأتربة، وده يمكن هيزيد الإحساس ببرودة الطقس في الأيام القادمة. وناشدت المواطنين في بعض المحافظات زي اسكندريه، كفر الشيخ، البحيره من توخي الحذر الشديد، خاصه وانه فرص سقوط الامطار الغزيره متوقعه بشكل كبير جدا جدا ابتداء من بكره ان شاء الله. تفاصيل اكتر مع دكتوره ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه ايمان، واهلا بكل الساده المشاهدين. ايه اللي هيحصل في الطقس في الايام القادمه وليه في تحذيرات من الغد؟ هو طبعا احنا بقالنا اكتر من اسبوع في حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه وارتفاع في درجات الحراره وحاله من الدفء بتسود جميع محافظات الجمهوريه، لكن ال 48 ساعه القادمين هيكون فيهم تقلبات جويه. هنبدا طبعا بانخفاض درجات الحراره، فبعد ما كانت بتسجل درجات الحراره فوق ال 22 وال 24 واحيانا 26 درجه على القاهره، المتوقع غدا تسجل 18 درجه مئويه، فهيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. مع انخفاض درجات الحراره ايضا هيكون في نشاط رياح على معظم مناطق الجمهوريه، ده هيزود الاحساس ببروده الطقس وهيؤدي لاثاره الرمال والاتربه على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وطبعا ده هيقلل الرؤيه الافقيه على الطرق. ايضا نشاط الرياح هيؤدي لاضطراب كامل في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع الموج متوقع يوصل من 3 امتار الى 4.5 امتار، فطبعا حاله الملاحه البحريه هتكون غير مهيئه تماما يوم الثلاث والاربع 48 ساعه القادمين على ساحل البحر المتوسط بالكامل، سواء المناطق الغربيه او المناطق الشرقيه. اما بالنسبه للامطار فالمتوقع ان الامطار تكون متوسطه ورعديه على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، لكن تحذير لثلاث محافظات بالتحديد هما اسكندريه وكفر الشيخ والبحيره ان الامطار هتكون متوسطه وغزيره وهتكون رعديه في معظم ده بدايه ان شاء الله من بكره صباحا. هي بدات النهارده بالفعل، نقدر نقول ان هي الان بدات في امطار في المحافظات الثلاثه. في الثلاث محافظات عليهم امطار حاليا، لكن وده هيستمر لمده 48 ساعه. هتستمر لمده 48 ساعه، هتزيد كميات الامطار بكره وبعده، هتكون فيها بعض طبعا الامطار الرعديه مدفوعه بضربات البرق والرعد، وطبعا مع انخفاض شديد في درجات الحراره وارتفاع في الامواج، فمهم جدا الثلاث محافظات دول تحديدا ان هم يكونوا مستعدين بشكل كبير جدا للامطار المتوقعه وارتفاع الامواج. باقي محافظات الوجه البحري هتكون الامطار من خفيفه المتوسطة مفيش اي مشاكل، وايضا السواحل الشماليه ومدن القناه امطار خفيفه، ويوم الاربع ان شاء الله تمتد الامطار الى مناطق من القاهره الكبرى، لكنها تكون امطار خفيفه بالنسبه للقاهره الكبرى مفيش قلق. وبعد انتهاء 48 ساعة هتعود الأحوال الجوية للاستقرار طبعا، وتعود الأجواء طبعا للاستقرار والطبيعية، يعني 3 و4 وبداية من الخميس الدنيا بترجع طبيعي زي الفترة إن دي شاء اللي الله. هي يعني درجات الحرارة خلال معقولة عدم جدا. الاستقرار 48 ساعة طيب فقط ونبدأ نعود للاستقرار في الأحوال الجوية. حضرتك قلتي إنه كمان هيكون في شبورة، ففي بعض التحذيرات مثلا للمسافرين على الطرق في صباحا؟ لا، هو ما فيش اي سبوره خالص لان نشاط الرياح هيشتت السبوره، لكن تمام. هيكون في رمال واتربه مسيره على جنوب البلاد، ده هيقلل الرؤيه الافقيه على الطرق، فمهم ناخد بالنا والقياده تكون بهدوء، ومش بس طبعا في اماكن اللي فيها اتربه، لا الاماكن اللي فيها امطار، لان طبعا الامطار وتراكمها في الشوارع طبعا بتكون القياده معاها صعبه، فلازم ناخد بالنا وبنحذر من طبعا التواجد تحت اللوحات المعدنيه والبيوت المتهالكه والبلكونات المتهالكه، لان نشاط الرياح ممكن يؤدي لتساقط اللي طبعا بعض اللوحات المعدنيه او اعمده الاناره، مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ولا نتواجد تحتها ولا نركن للسيارات اسفل هذه المناطق. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه، شكرا لحضرتك.